لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يا ربنا ويبنى كل شيء. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى أهل بيت رسولك ونتولى أعلام الهدى من آل بيت رسولك ونتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين، اللهم إنا نبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء من أمرتنا بتوليه. سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين، اللهم إنا نسألك. الله أكبر. الموت الأمريكان، الموت الصعيد، اللعنة على اليهود، النصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، أول رد سعودي على ترديد الحوثيين لشعار الصرخة في مكة المكرمة. وإلى التفاصيل. ردت السعودية اليوم الاثنين على مقطع فيديو لبعثة الحج القادمة من صنعاء، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي عقب كسرها للقيود السعودية. وأشار الخبير العسكري السعودي أحمد الفيفي إلى أن بلاده لن تعترض على الخطوة الأخيرة باعتبارها دعاية خاصة. وكتب الفيفي في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بأنه كلما سمع الجماعات الصوفية يقرر الفرار بفعل أدعيتها، مشيرا إلى أنه في حال قررت بلاده اعتقال كل من يردد أدعية مخالفة فإن ذلك يعني غالبية الحجاج. وكان الفيفي يعلق على مقطع فيديو لبعثة الحج اليمنية القادمة من صنعاء، وتسطر المقطع قائمة التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر الفيديو قيادة أعضاء البعثة اليمنية التي يقودها اللواء يحيى الرزامي وهم يتبرعون لله من موالاة أعدائه، ويدعون لقائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي قبل أن يختموا بالصرخة. وتأتي هذه الخطوة وسط قيود سعودية على الحجاج لهذا العام، خشية تأثير ذلك على مسار التطبيع الذي تجريه بقيادة أمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي. من جانبه قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لأنصار الله في تغريدة له على إكس أن إعلان الحجاج اليمنيين البراءة من أعداء الله في مكة المكرمة لا يعبر عن موقف سياسي، بل عن واجب ديني لا يقبل الحج إلا به، لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.